موضوعنا هسه جات ببالي. أزول فلاتون أزول فلاتون أيتما استما لحباب الزنين غساد من نسول فماسك القضية لين كان نقر مسلسل ببالي دماسك الفنان مبارك لاتاش يغنى ببالي التنية المسلسل اللي كان مسلسل ناجح بكل المقاييس يغنى مسلسل ببالي التنية المسلسل اللي يعني مجموعة الفنانين بينهم الفنانين الشباب الفنانين اللي كان الأهرامات من السينما الأمازيغية يغنى باب علينا التينية المسلسل اللي يسمون يتلكوت لبهرة يمقرن نقر الفنانين اللي كان مدارس باب علي تلاقيس الفرجة تلاقيس الرسالة تلاقيس يعني من كل فن طرف المسلسل باب علي يايران ولا يانيوغين إجا المسلسل اللي غنتفرج أنتقل أنظر الأحداث الحلقة يضنا يعني كي جات الحلقة أشي تكي طيا إلي التشويق إلي للجودة الإخراج للجودة غمسك الملابس لا تحسن بارابور دا الجزء الأول يعني مسلسل إجا ناجح 100% ولا مجال للنقاش يعني برافو الطاقم الفني ولا الطاقم التقني ولا المخرج ولا ميدني كل صحن فمسك المسلسل الباب علي دا او نتنكر مزد اي فنان اريد منا يعني او بالغض النظر عن خرجت الاعلامية بالغض النظر على التدوينات غمسك الفيسبوك الا ان اي فنان اريد منا من القلب الخالص يتشرف باب علي غير هذا نتمنى التوفيق المسلسل باب علي نتمنى تجي لي جوج الثالث ولا الرابع ولا لما لا انزل باب علي عند فرعينا باب علي دريت ورزازات باب علي متوكا باب علي ححان اي زايد الخير في الخير ادسني زايد ربي الخير فويا الى انت ميك الملاحظات ولكن ماشي شوف الى انت ميك الملاحظات زمد الدور نبسو يعني كان من المفروض هي اللي كيران التليات الشخصية مع احترامي لبسو بس درسي الوجه بسوش بس جاي الفنان كوميدي يعني البلاصنس كان بإمكان هي اللي الفنان اللي دارت لايات الكاريزما مثلا محمد بن همو نغد سعيد بحوس نغد كراغ الفنانين اللي دارت لايات الكاريزما حتى متمكن من اللغة الأمازيغية ولكن ربما ميد الباب علي زرانين كرا الحاج تغمس كن بسور تقيس نزرين كوني كجمهور على أين نتمنى التوفيق للمسلسل الباب علي غير هذا ردني وريس دار مبارك العطاش سي مبارك العطاش اللي فنان كوميدي أمازيغي اللي حتى انت نفكا البصمان صامس كن الساحة الفنية الأمازيغية حتى ورينا كرا مس مبارك العطاش يسفرجا كله يعني غبيزان ولا عبايد ولا يعني توت الاعمال ولا اختي ميم قرنو ولا يعني دائما درستي الادوار نسلي فولكين يعني دفقا ديس غير اللي كله هنا بلايات المساله ورديس دفقا اللي ينتقد المسلسل الباب علي ولكن كل بن ادم خطا يعني بنادم عادي يقدر ربما انت يزران كلا الحاج ربما ومن السينما الا نكوني غير الكواليس يعني وريخصه كيما دوري هو يا الهجوم فماس كان مبارك الله غلول ولا غلخر مبارك الله عطاش إيجا يا الفنان اللي كان يوسف مازيرت كان جيتنغ دا وري خصا التين في الوحدوث بالعكس خصا التيليات البادران الصلح ونري كوني الفتنة غماسك المسلسل الباب علي ولا نرى الفتنة غماسك الساحة الأمازيغية لأن كل الفنانين كان زودي ضدان خصا انمون يقفوس غفوس هاد نوريس القضية اللي هنا مبارك العطاش مبارك العطاش تفقا ديس جماعة نس كلوت قبل اللي ينتقد المسلسل ابار نقد اللي يسكر المسلسل تجماعة نس كلوت درس قيس صحت هادو انتو يزد الدومين لنقيسي محسدن لنقيسي الاستغلاليين لنقيسي خندلاسن لنقيسي سمسارن ما يتكل تاتي الا غمسك الدومين هذو نتنكر سواء ختمتي سواء غمسك المهرجانات غيكا سواء اتي نتميد واللي بدا يخدم شي بدا يخدم كي جاتي عند
بس تنين كي جاتيان غينا غيلا التيري تيست عمر كي جاتيان د لي كليك اللي دارسين لان يعني غنزرا فلان تيان ارضي نزرا فلان 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 يغنزرا فلان سنيس ارضي يخدم فلان 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 يعني الا الاستغلال الا لا شوف اي حاجه لا يجلس الاستغلال ولكن الدومينات بزاف لا يجلس الاستغلال لا يجلس الحسد لا يجلس بزاف الحوايج يعني بزاف الحوايج غادي يكون لنا مبارك 13 فعلا دارت الحق يعني مبارك 13 انت يغيد البصيال كاشي غيد راه من حقه يعني يغيد تميد يا العمل فاز يا البيت جيم قرن تغرت يا الفنان يحتاج جوج دريال هاتي حشومة هاتي كلي سينا اشكون الميدان الفني ما ميكي جانتا الميدان الفني حداري ثم حداري اجي سكت المهنة لانه يسكت المهنة راه تكتافوس خدمت يا ندور غوسكاس ربما يا ندور عامين تكرا الحفلات مزيان يعني وردي سنتو حتى الثمن ما ستستخدم من سيدنيك اذا خصك المهنه غماسك الفن راه تكتفوا سا الدريوش افان تفا اغلبيه الفنانين خدموا المهنه ديالنا يهضرك المهنه ديالنا تسكت فن كهوايه قدرت تفتت مزيان ولا يعني يسكت المهنه تكتفوا سا الدريوش اشكون اللي يجلس الاستغلال اللي يجلس بزاف د الحوايج ربما يا المشكله هضر لبعض الفنانين اي تفضل اي يخدم جوج دريال ولا يتجاوز ولكن الفنانات مردي زرصه مشروع عنز اللي درس ما نادش كشومي ميك يعني درسي الخير عادي تشكات كرا يشكات كرا الكاشي المليحة تيري يخدمو دي يشكات يسالة تورينس عادي جدا لأن الفن العمر يجي محدود يعني رغم أنني أنا مازال مبتدئ يلا حرت إعلام يلا حرت صار توكت الحوايج غمسك الميدان الفني ولكن زريغ غير اللي زريغ مازال العمر يجي محدود الوقت اللي فلاك تسلط الاضواء تكتي يا النجم يعني فلاك تسلط الاضواء الشركه دارت تيني ناس نتسكت لي شهر غين ميدنار داري ديك تصور نوازني قصه نكويت وي شهر تغيتي اللي تصدرت المواقع اللي طوندوز صحيح كل ما يدي فولكي ولكن يقع عمر محدود صباح دني فازن يغدا يغلي النجم يضنا كي تفتيت دونك المرحله هذه خطر استغلات سمونت قيسي من كسكتي يسكال مش عارف كيف تيجي سن لأن المزرعة توكت الفنانين في كان الثقافة الأمازيغية وكار ولكن في الأخرى نتفت أرنا نخشوف تي في وذا سنتي جمي يغلي مريض نخصمتني تدوان يعني بزاف الحوايج أرتوقع عندي الفنان لأنه درس تغطية صحية ودرس بزاف ديال الحوايج فلهذا يخص الفنان يركز اي سكر كان المشروع عندي سكر ما زيك شو ميك لان الفن لا منسي جام حدود نصيحة الشباب يعني وانا ريت تمارس المهنة الفن لا حرج مزيان الدرسي لي لهواية ضايد ولكن يخصى الدرسي لي ما غادي شو ميك لان يويس الحلال يختعول تغار في الفن راتك تفوس مش كذا سيادة ونبنيها تنميرنا